بشرى سارة، السلالة الجديدة لكورونا لا تقاوم اللقاح، ومع ذلك منظمة الصحة تطالب بحذر أكبر. كورونا المتحور يهدد بنشوء جيل جديد من الإنعزاليين. التفاصيل في العربية صحة، فأهلا بكم. أعلنت الحكومة الألمانية أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19. وقال وزير الصحة الألماني يانس شبان إنه استناداً إلى كل ما تمت معرفته حتى الساعة، وعلى إثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة. قال خبراء إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتطلب قيوداً أكثر صرامة لكبح جماح انتشارها. وبحسب صحيفة الجارديان، فإن التحذيرات من السلالة الجديدة للفيروس التي اكتشفت في المملكة المتحدة وامتدت لدول أخرى تبقى مهمة للغاية. الدكتور بجامعة سانت أندروز موك سيفيك قال إنه من الصعب التصرف مع السلالة الجديدة، خاصة وأنها جاءت قبل موسم الأعياد مباشرة. دعت منظمة الصحة العالمية أعضاءها في أوروبا إلى تعزيز قيودهم على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. وأكد الفرع الأوروبي للمنظمة أن هناك مؤشرات أولية تفيد بأن عدوى السلالة قد تكون أكبر، فضلاً عن أنها قد تؤثر في فعالية بعض أساليب التشخيص. وفي ذلك الوقت أكدت المنظمة أنه لا دليل على تبدل خطورة المرض حتى اللحظة، رغم أن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث. نشرت الإندبندنت أونلاين مقالاً للمحلل جيمس مور بعنوان فيروس كورونا يمكنه أن يصنع جيلاً كاملاً من الإنعزاليين. يقول مور إن اليابانيين عرفوا منذ القدم بطائفة من الناس باسم هيكيموري، وهي مجموعة من الإنعزاليين ينسحبون من الحياة الاجتماعية بشكل كامل ليعيشوا أغلب حياتهم في غرفة واحدة فقط في المنزل. وهؤلاء يشبهون الشباب الذين يبقون غالبية الوقت الآن أمام شاشات الحواسيب والهواتف الذكية لتعلقهم بالألعاب الإلكترونية. ويرى مور أن تفشي كورونا ربما يساهم في نشر هذه الظاهرة بصورة أكبر، سواء في بريطانيا أو بقية أنحاء العالم.